يقول أنا في دولة أجنبية حيث إنهم يضعون النبيذ في الطبخ علما أنه يكون على درجة عالية جدا في الفرن ولا يبقى فيه أثر للكحول، فما حكم ذلك؟ لا، لا يجوز أكل هذا الطعام. صحيح أنه لا يكون خمرا، لأن الخمر ما خامر الرأس، ما أسكر، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر المحرم هو الذي يسكر. هذا نعم قد لا يسكر لك، كونك تدري أنهم يضعون عليه النبيذ لا يجوز لك أن تقبل هذا الأمر. والأصل في النبيذ والخمر ما شابه ذلك، طبعا النبيذ نقصد به النبيذ الخمر، لأن النبيذ في اللغة العربية كل ما نبذ، وذاك هناك في بيع اسمه بيع المنابذة، والطفل المنبوذ اللي هو اللقيط يقال له المنبوذ، والنبيذ كل ما ترك فترة يسمون نبيذ التمر، يخلون التمر ليلة مثلا وبعدين يشربون عصير التمر ينقعونه في الماء، يعني يسمونه النبيذ. البعض قد يقرأ في بعض الكتب الفقه مثلا أن النبيذ حلال وكذا، النبيذ اللي عندنا غير النبيذ اللي عندهم، النبيذ اللي عندنا هو ما نبذ بحيث أنه لا يسكر، إذا وصل درجة الإسكار صار محرما. هم لا يسمون، الغرب لا يسمون النبيذ إلا المسكر حاليا، ففرق بين نبيذنا ونبيذهم. على كل حال، إذا كان الإنسان يعلم مثلا يقلون البطاطس بالبيرة مثلا، أو يضعون على اللحم مثلا ستيك مثلا شيئا من الخمر كما ذكر البعض، لا يجوز هذا الأمر. نعم، لكن لا يقال أنه شرب الخمر.